لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال البيهقي رحمه الله في كتاب الأسماء والصفات: في الأسماء الدالة على معنى الخلق والابتداع. قال: ومنها السيد. قال: وهذا اسم لم يأتي به الكتاب، ولكنه مأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم روى بسنده عن مطرف ابن عبد الله، عن مطرف وهو ابن عبد الله بن الشخير، قال: قال أبي رضي الله عنه: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السيد الله. النسخ اللي بين أيديكم: مش مكتوبة كده، اللي مش اللي عنده النسخة الصحيحة صحح أصل الحديث: فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السيد الله. قلنا: فأفضلنا فضلا، فأعظمنا طولا. أفضلنا فضلا يعني أكثر، أفضل من جميعنا. وأعظمنا طولا، الطول هو الإنعام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أنعم على من دونه بتوفيق الله عز وجل وإنعام الله عز وجل بأن هداهم إلى الإيمان. فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. حديث صحيح، أخرجه أبو داود. السيد الله، السيد الذي كل الخلق عبيده، السيد الذي قد كمل سؤدده، كملت سيادته وربوبيته. فمعنى السيد بمعنى الرب، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول العبد ربي، ولكن قال: وليقل سيدي. فإن معنى السيادة من معنى الربوبية قريب منها، وذلك لأنه يشمل الأمر والنهي. ولذا قال الحليمي: ومعناه المحتاج إليه بالإطلاق، فإن سيد الناس إنما هو رأسهم الذي إليه يرجعون وبأمره يعملون وعن رأيه يصدرون ومن قوله يستهدون. فإذا كانت الملائكة والإنس والجن خلقا للباري جل ثناؤه، ولم يكن بهم غنية عنه في بدء أمرهم وهو الوجود، إذ لو لم يوجدهم لم يوجدوا، ولا في الإبقاء بعد الإيجاد، ولا في العوارض العارضة أثناء البقاء، كان حقا له جل ثناءه أن يكون سيدا، وكان حقا عليهم أن يدعوه بهذا الاسم، أن يسموه بهذا الاسم، وأن يعتقدوا له معنى السيادة. وهذه من الصفات الثابتة له عز وجل بالسنة. والأسماء والاسم، اسم السيد دال عليه. فقول هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم: أنت سيدنا، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: السيد الله، ولم ينههم ولم يقل لهم: لا تقولوا ذلك، وإنما أراد أن يبين أن السيادة الحقة بمعانيها الكاملة هي لله عز وجل، وأن الله هو الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي المطاع،
وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا من دونه سيادتهم نسبية، سيادتهم بالنسبة إلى من لهم عليه أمر ونهي، أو من لهم عليه يعني رأي يصدرون عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة، وقال قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. لما جاء سعد بن معاذ رضي الله عنه ليحكم في بني قريظة، وكان على حمار بسبب الجرح الذي كان فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم فأنزلوا. ويعني هذا المعنى استعمل كثيرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيدا، فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم. فمفهوم المخالفة أن المؤمن الذي لا يعرف عنه فسق ولا نفاق، لا أصغر ولا أكبر، يجوز أن يقال له إيه؟ سيد. وإنما نهى أن يقال عن المنافق وكذا الفاسق الذي يرتكب الكبائر أو يصر على الصغائر، ينهى أن يسمى سيدا. فهذا المعنى مع قول النبي عليه الصلاة والسلام قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني ذلك ليس على معنى التحريم أن يسمى بعض الخلق سيدا بالنسبة إلى باقي الخلق، بالنسبة إلى غيره من الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم سيد، سيد الناس وسيد الخلائق يوم القيامة بالنسبة إلى هؤلاء جميعا، لأنه الذي يشفع فيهم في فصل القضاء، وهو الذي يستفتح باب الجنة، وهو الذي يعني مع إخوانه من الرسل يشفعون على الصراط. فهنا تظهر حقيقة السيادة، وهو صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، كما قالوا فأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فهو صلى الله عليه وسلم أذن لهم في قولهم أو بعض قولهم. وفي الرواية الأخرى قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فهو صلى الله عليه وسلم كان ابن سيد القوم في جاهليتهم، وليس أنه سيد أن الكافر يكون سيدا للمسلمين. ومعنى قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، يعني احذروا من الغلو، يستجريه الشيطان، يقولوا جريك غني، يستجريه يعني كأن الشيطان يعني يجعله رسولا له يجري في ما يطلبه. فالشيطان يستهوي الناس في الغلو، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فنهانا أن نكون كالنصارى الذين غلوا في عيسى حتى ألهوه واعتقدوه ربنا، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وحذر من ذلك وأمرهم أن يصفوه بوصف العبودية ووصف الرسالة، لأنه بالعبودية لا يغال فيه، وصف العبودية لن يعبد صلى الله عليه وسلم إذا استحضرنا هذا دائما، وبوصف الرسالة لا يقصر في حقه، لأن كثيرا من الناس يعتقدون أن حق الرسول صلى الله عليه وسلم
يقتضي أن يصرفوا له أنواعا من الحقوق التي لله، ويرون أن من نهى عن ذلك فقد تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم أو لم يعطه حقه. فالذين يقولون مثلا أن طلب المدد من الرسول صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به ودعاءه من دون الله ذلك من حقه علينا، هذا من الجهل. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم عبد ورسول، رسول يبلغ رسالة الله، الرسول هو الذي يبلغ الشريعة يبلغ الدين، وليس أنه يعبد بل هو عبد. ولذلك قال أبو بكر: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم. وانظر كيف سماه باسمه ولم يقل في هذا المقام من كان يعبد الرسول، وإنما قال من كان يعبد محمدا، وذلك للتذكير بالاسم الذي سمي به عند مولده، وكذلك لتحقيق البشرية. ولا يجوز أن يعتقد أحد صحة عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمعنى السيادة لا بد إذا كان بمعنى العبود أن أنه الإله الرب الذي يسود الناس ويكون فوقهم وأوامره تنفذ فيهم، فهذا السيد هذا المعنى هو حق لله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم إنما سيادته لفضله على الناس، ولأنه تجب طاعته لا لذاته بل لأنه يأمر بطاعة الله عز وجل، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض قولهم، وكأن ذلك والله أعلم بتلك الروايات التي فيها والله أعلم أنه وابن سيدنا وابن خيرنا، هم يقصدون بلا شك معنى صحيحا، لكن لا يصح لأهل الإسلام أن يجعلوا من مات على الكفر ولم يكن موحدا لله سبحانه وتعالى، بعيدا بقى عن أنه معذور ممتحن في النار، هذه قضية لها أدلتها، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن أبي وأباك في النار. فهذا البعض الذي استثناه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، والله أعلى وأعلم. ولا شك أن السيد الذي بمعنى الرب والذي بمعنى الذي له يعني يرجع الناس ويقصدونه في حوائجهم، ولا شك أنهم محتاجون إليه في أصل إيجادهم، لأنهم يجزمون أنهم لم يوجدوا أنفسهم ولم يوجدهم آباؤهم وأمهاتهم. الحمل الذي يكون في بطن المرأة ماذا يصنع له أمه أو أبوه أو الناس جميعا؟ لا يصنعون شيئا، وإنما نحن مجرد أسباب، الأب والأم أسباب، وأما الخلق فليس إلا لله. واهبة السمع والبصر والفؤاد واليد والرجل وسائر النعم والقدرة على الحركة والحياة، كل ذلك حياة بأسرها يعني، كل ذلك ليس للإنسان ولا يملكه لنفسه ولا لغيره، والسمع والبصر والفؤاد كما ذكرنا. فدل ذلك على أن السيادة الحقة التي بمعنى شدة الحاجة وبمعنى الأمر والنهي وبمعنى الربوبية هي لله سبحانه وتعالى. من دونه سبحانه وتعالى إن كان يستحق سيادة جزئية نسبية لأحوال معينة فلا مانع أن يقال له ذلك، مع اعتقاد أن السيادة هي لله. السيادة الحقة الكاملة، سيادة الربوبية هي لله عز وجل. قال: ومنها الجليل.
وذلك مما ورد به الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في خبر الأسامي، إن اسم الجليل في حديث الوليد بن مسلم، وفي الكتاب تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، ومعناه المستحق للأمر والنهي، فإن جلال الواحد فيما بين الناس إنما يظهر بأن يكون له على غيره أمر نافذ لا يجد من طاعته فيه بدا، فإذا كان من حق الباري جل ثناؤه على من أبدعه أن يكون أمره عليه نافذا وطاعته له لازمة، وجب له اسم الجليل حقا، وكان لمن عرفه أن يدعوه بهذا الاسم وبما يجري مجراه ويؤدي معناه. قال أبو سليمان: هو من الجلال والعظمة، ومعناه منصرف إلى جلال القدر وعظم الشأن، فهو الجليل الذي يصغر دونه كل جليل ويتضع معه، يتضع يتواضع يصغر يكون وضيعا بالنسبة له كل رفيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألظوا بهذا الجلال والإكرام، يعني ألحوا في الدعاء، وهذا من الأسماء المضافة التي وردت في الكتاب والسنة، وورد الأمر بالدعاء بها، وورد الدعاء بها من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه أو سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد استجيب له، أو قد سأل الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب. فهذه الأسماء الحسنى الواردة في هذا الدعاء، وهذا الدعاء نفسه ينبغي أن يكثر الإنسان من أن يدعو به في حاجته وحاجة يعني أمته وحاجة الناس الذي فيه هذا الجلال والإكرام. فهو سبحانه وتعالى ذو الجلال، والذي يظهر، والمعنى الذي ذكره من أن له الأمر والنهي، هذا أحد معاني العظمة. ومعنى الجليل هو من الأسماء الدالة على التنزيه المطلق، جل عن كل عيب وجل عن كل نقص، مثل اسم القدوس ومثل اسم السلام ومثل اسم الصمد، لأن اسم الصمد معناه الذي قد كمل في كل معاني الكمال، اسم القدوس الذي تقدس عن كل عيب ونقص، السلام الذي سلم من كل عيب ونقص. هناك أسماء أو أخبار تدل على انتفاء نقص معين، مثل: لا تأخذه سنة ولا نوم، مثل: وما كان ربك نسيا، ومثل: وما مسنا من لغوب. فالله نزه نفسه عن صفات نقص، قال: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم؟ وقال: هل تعلم له سميا؟ وقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فاسم الجليل هو مثل هذه الأسماء في معنى الإثبات، واسم ذو الجلال أي الذي له الجلال، والجلال العظمة، فهي العظمة في كل معاني الكمال، الاسم الذي يدل على أنواع من الكمال والجلال والعظمة، اسم الجليل، فهي معاني الكمال المنزه الرب فيها عن كل معاني النقص. فجل سبحانه في كمال علمه عن أن
يعني يغيب عنه علم مثقال ذرة، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وجل سبحانه في كمال علمه عن أن ينسى شيئا، وجل في كمال علمه عن أن يغيب عنه أو يحتاج إلى إحصاء، فهو لا يعزب عنه لأنه قد أحصى كل شيء عددا، أحاط بكل شيء علما، لا يخرج شيء عن علمه، ولا ينسى شيئا، ولا يضل ولا يجهل، لا يضل ربي ولا ينسى ولا يغفل سبحانه وتعالى، ولا يحتاج إلى تذكر لأنه على الدوام لا يضل ولا ينسى. وجل في كمال عدله عن أن يظلم ولو مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، الله حكم قسط، كما كان حذيفة، كما كان معاذ رضي الله عنه يقول إذا جلس مجلسا الله حكم قسط، هلك المرتابون. الله حكم قسط، حكم عدل، وهو سبحانه وتعالى يضع الأشياء في مواضعها ويتصرف في ملكه بالعدل والعلم، وليس لمجرد أنه ملك الخلق يتصرف فيهم بمشيئة مجردة عن العلم أو عن الحكمة أو عن العدل، كما جوز من جوز أن يعذب أنبياءه وملائكته، وأن ينعم الكفار المعاندين والشياطين في أعلى درجات النعيم، يجوز عقلا عندهم ذلك لولا أن الخبر لم يأتي به. وأنت تلد هذا الضلال والمنكر، يقوله كثير ممن يزعمون أنهم يفوضون الأمور إلى الله، وكأنهم لم يسمعوا أن الله سبحانه وتعالى لا يجازي إلا الكفور، وهل نجازي إلا الكفور، وأنه سبحانه وتعالى لا يجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. هؤلاء ضلوا، فلذلك نقول جل في كمال عدله عن أن يظلم أو أن يسوي بين المسلمين والمجرمين، وأن يسوي بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمفسدين في الأرض. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في كالذين عملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. وقال عز وجل أم يستوي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ده معنى تكرر كثيرا، وليس ذلك إلا لكمال عدله سبحانه وتعالى. وجل سبحانه وتعالى في كمال قدرته عن العجز، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. وجل في كمال قدرته عن التعب واللغوب والإعياء. التعب ده في الأول، اللغوب تعب أشد، الإعياء إنه بعد ما يبذل مجهود جامد جدا يتعب خالص ويصل إلى الإعياء وعدم القدرة على أن يفعل شيئا آخر. قال عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ردا على اليهود الذين قالوا خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع. وكذلك قال سبحانه أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. فهو جل في كمال قدرته عن أن يعجزه شيء أو أن يتعب أو
يحصل له لغوب أو إعياء من شيء، وجل سبحانه وتعالى في كمال وحدانيته عن أن يكون له شريك، وعن أن يكون له ولد، وعن أن يكون له والد، وعن أن يكون له صاحبة، وعن أن يكون له ند، وعن أن يكون له كفو، وعن أن يكون معه إله غيره، وأن يكون معه أرباب سواه. هو لا إله إلا هو سبحانه، ولا رب سواه، رب العالمين لا رب لهم غيره، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل تعلم له سميا؟ فالله عز وجل منزه جل في كمال الوحدانية عن هذه الصفات من النقص. وقال: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. له المرأة. وقال عز وجل: أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء. نقول جل سبحانه وتعالى في كمال غناه أن يريد من العباد رزقا، أو أن يريد منهم أن يطعموه، أو أن يحتاج إلى أحد منهم، أو أن يزيد في ملكه طاعة الطائعين، أو أن ينقص من ملكه معصية العاصين. فإنه عز وجل لكمال غناه لو قام أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط البحر إذا أدخل فيه. ولو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا، وذلك لكمال غناه عنهم ولكمال ملكه. وكذلك لو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا. فهو سبحانه وتعالى لكمال غناه لا يطعم، لا يأكل ولا يشرب، وهذا أحد معاني الصمد. وإنما الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة كل من كان أجوف له جوف يحتاج إلى أن يسده. إحنا كل حاجة عندنا فيها فتحة وجوف عايزة تتملى كل شوية. الهواء، الرئة بتاعتنا فيها جوف مش كده؟ لازم نملاها بالهواء، عشان كده محتاجين للإيه؟ للأكسجين وللهواء. والمعدة عايزة ايه كل شوية؟ اكل وشرب. والشهوة الجنسية لابد ان يكون لها تفريغ، فيه جوف. عشان كده الحديث ان الشيطان لما رأى ادم قبل ان تنفق فيه الروح قال لما رآه اجوف علم انه خلق خلقا لا يتمالك، يعني ما يعرفش يملك نفسه ايه من الشهوة عشان هو اجوف. الله عز وجل صمد، لا يطعم ولا يطعم. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لا يحتاج إلى عبادة أحد، هم يحتاجون إلى عبادته، هو غني عنهم وهم فقراء إليه سبحانه وتعالى. وكذلك في كل معاني الكمال فنقول جل عز وجل في كمال عزته وقهره أن يغلبه أحد،
أو أن يفوت منه أحد. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. والله غالب على أمره، وهو الواحد القهار، وهو القاهر فوق عباده لكمال عزته لكمال قهره. غلبهم، نفذ أمره فيهم مهما حاولوا أن يكيدوا، فإن الله يكيد بهم ويغلبهم، لأنه العزيز الذي عز وغلب وقهر وعز وجل. عشان كمول عز وإيه وجل، جل عن أن يكون في كماله أي نقص، فهي من الأسماء، فاسم الجليل واسم ذو الجلال والإكرام الذي له معاني الكمال أيضا، الإكرام الذي يعظم ذو التعظيم أيضا، مش الإكرام بمعنى أن هو حد يكرمه، الله عز وجل يكرم من شاء، ولكن هنا بمعنى أنه ذو العظمة ذو الجلال والإكرام. والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. هل النبي صلى الله عليه وسلم خصال أو خصائص عن غيره من الخلق؟ نعم طبعا، رسول الله أول شافع في الجنة، سيد الأولين والآخرين، الذي يتأخر الناس عن مقام الشفاعة إلا هو، كلهم يقول لست لها إلا هو صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها. الذي لا ينطق عن الهوى، هذا من خصائصه، لا يأمر إلا بأمر الله، معصوم صلى الله عليه وسلم، وهذا مع باقي الرسل. والله أعلى وأعلم. ها؟ ولا قصد أنه خلق من غير الطين، لا، هو بشر مثلنا يوحى إليه، قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذه الخلاصة، بشر دي زينا فيها، يوحى إليه دي مش زينا فيه، ولكن كما أوحي إلى النبي من قبل، ولكن هو له من ذلك أعظم. وقال فضلت بخمس، وفي الرواية الثانية بست لم يؤتهن أحد قبل. قال قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وكان النبي يرسل إلى قومي خاصة، وأرسلت إلى الناس كافة، وحلت لي الغنائم ولم تحل أحد قبلي. وإيه؟ وأتيت جوامع الكلم، دي كلها من خصائصي على أساس. وفي رواية تانية أنا ونسيتها، هل ثواب إطعام المسكين في هذه الأيام خير من عمل العمرة؟ والله هذا خير وهذا خير. أنا أقول طبعا إطعام الجائع الملهوف الذي ليس له أحد من الواجبات، وهذا إن تعارض مع المستحبات قدم، لكن إن لم يكن هناك تعارض فلا بأس. دي مش في الستة أو في الخمسة. السلام عليكم وبركاته. هل يضم الذهب إلى المال أو الفضة في الزكاة؟ الصحيح أن لكل منهما نصاب ولا يلزم ضمه، ومن ضمهما على مذهب مالك فحسن وهو مأجور. لا
لو سرق شيئا دون النصاب من حرز وشيئا آخر يبلغ نصابا من غير حرز، هل يضم هذا إلى ذاك فيحد؟ لا، بل لابد أن يكون سرق نصابا من حرز، وإلا فهو يعذر ولا يقطع، يستحق عقوبة جلدات نكال وغرامة مثليه. جلدات نكال يعني عقوبة، جلدات عقوبة يتضرب، جلدات وغرامة مثليه يغرم ضعف اللي سرق قيمة اللي سرق، أو شوف إذا كان يعرف يجيب زي يوم ضعفين يغرم ذلك، ولكن لا يقطع إلا إذا سرق نصابا من حرز. قل قولي هذا واستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.